نادرا ما اكلم البنات، بس كنت عايزه اقول حاجه وتاخدوها مني كاخت كبيره وفعلا عن تجربه وحياه ربنا. اهم حاجه لما تيجي تختاري شريك حياتك، اهم صفه لازم تكون فيه انه يكون بيفكر لقدام، ودايما يكون تحسي بالامان كده وانك مش خايفه من الزمن ومن بكره. النهارده بجد وتقدري تعرفي ده، تقدري لو ركزتي في تصرفاته تعرفي هو كده ولا لا. انا النهارده احترامي لجوزي زاد اضعاف 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 ما كنت بحترمه. النهارده اتزنقت في شراب وقلت هاخد شراب من شرابه، لقيت شراباته بربر في الكعب عشان ما تتزحلقش جوه الجزمه. فده واحد مأمن شرابه، فشوفي هيعمل معاكي ايه، اختاره صح. معانا واحدة مطلعة عين جوزها، فقلنا لازم نجيبها نعذبها. ازاي يا مي ابراهيم انت تطلعي عين جوزك؟ انا بطرح هنا قضية مهمة جدا، اللي هي ايه القضية اللي انت طرحتي؟ ليه مطلعة عين جوزك؟ ليه والله صورتك يعني مطلعة صورتنا ان احنا مفترين يا مي؟ حرام عليكي، ده عكس اللي بيحصل خالص يا والله شيخة. العظيم. انا كلميني عن فيديو الشراب لو سمحتي. فيديو الشراب ده انا بطرح قضية مهمة كبيرة جدا زي ما قلت لك، وهي الاختيار الصح. انا في بداية الموضوع ايام الاختيار، ايام ما كنا لسه بنختار بقى، كنا شباب وطايشين، كنت بدور على واحد زي بابا بالظبط. ده كان اول ده اول رول موديل بالنسبة لي. ما اعترتش فيه يعني، قلين شوية اخدتي ايه في الاخر؟ يعني فاهم، تيجي بالبركة كده. اخدتي في الاخر زي مين ولا غير؟ لا مش زي حد، مش زي ده، لا ليه زي ولا ليه حد ولا ليه شبه. هو بيتفرج علينا الى حد ما. الى حد ما لا بيتفرج. طيب اختبار الشراب ده المفروض ايه تعمله؟ يعني مش اختبار هتعرف في تفاصيل صغيره كده تبين لك ده الاختيار يعني الصحيح هتقلعه الجزم يعني. ثانيه بس، يعني انا دلوقتي مخطوبه لواحد، هقول له ايه يا ابني جزمتك يا ابني ما اشوف شرابك ولا هنا؟ على فكره الشراب ده ممكن تقفشي منه تفاصيل كتيره جدا. مش شراب طبعا، اللي هو ايه يعني، ممكن مثلا يبقى شخص عشوائي جدا. لو لقيتيه لابس فرده وفرد ما جوه الجزم محدش واخد باله، ده بيبقى ايه، ده بيبقى انسان مهلهل شوي يعني. مهلهل؟ طب ولو شرب مخروم؟ لا ده نسيبه بكره، ده بتسيبيه بكره، ما بتكمليش معاه لاخر الاسبوع. اما شراب برابر اللي فردتين زي بعض، ده بتلمحي منه تفاصيل كتير في الشخصيه دي. المح منه طبعا. طيب هل اختبار الشراب ده يعني لو شمينا بقى ريحه؟ لا احنا كده القعده نتنت بشكل كبير، احرجت اقول لك ده. خلاص احنا كده يا جماعه، مي ابراهيم جاي جات لنا من دبي، جيت من دبي علينا طازه، جايه لنا حبيبتي من دبي. ايوه، عشان تورينا شراب، اختبار الشراب. عملتي اختبار الشراب وفلح. ايوه، انت في الامان، في الامان وموفقه في جوازك ان شاء الله. ان شاء الله. انا دي عن تجربه. طيب كلميني في فيديو تاني احنا كنا زعلانين لك كده في الاسبوع الاولاني، وانت عماله بتقولي لها يعني روحي شوفي حياتك بقى وانزلي من على ودان، يعني ايه بقى يا مي؟ لازم نفضل مشغولين والله العظيم. عن ايه؟ لازم نفضل مشغولين عن النكد، لان احنا مش نكديين، ما اقصدش اقول كده، اوعي تزعلي مني، لكن احنا بنفكر في تفاصيل كتيره جدا. فطول ما انا مشغوله مش هفكر روحي اتعلمي عبري، لغه عبري، اتعلمي اي ايكيدو، العبي ايكيدو، اي حاجه تكيبك ديستراكتد كده، مشغوله ان انت تبقي مركزه معاه، عشان هم يعني حبايبي ما بيحبوش يهتموا قوي. فاحنا ايه، نفرك احنا في حاجه تانية عشان هو اللي يقعد يدور عليا. طب هو ده عن تجربه، هو بيدور عليكي لما انت بتفركي في حاجه تانية؟ لا. طب بس انا مشغوله. مش مشغوله بس هو ما بيدورش. لا يعني انت جربتي فرق؟ لا 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 بهزر، لا والله. لما بتشغل بيقعد يعقب بقى وينقب، يعقب وينقب. وبيحس بقى ان انا دي هتفرق دي ولا ايه، دي مشغوله عني دي ولا ايه، ويركز بقى معايا والاهتمام يزيد سنه. يعرف ان انا مش مشغوله، خلاص خلاص هي قاعده في البيت عادي مفيش مشاكل. طب فكره ان انا بقى بقيت حامل وحاولت باين خلاص. قوي؟ لا باين ايه ده، هتولد. احنا معانا، احنا دي هتولد على الكاميرا، هتولد دلوقتي يا شطوة. يعني احتمال ايه؟ معانا مين على التليفون؟ عمر؟ عمر؟ ايه المفاجأة دي؟ أنا اللي مديهم رقمك.
انا مش عارفه. يا عمر يا خوفي يا خوفك ليه يا عمر؟ عايزه اقول لك اتصل يصالحني على حاجات من 2002 خوفا من الحلقه عشان يبقى التعدي على خير. انا عايز اوضح ان انا مش خايف من رضوى، انا خايف من مي الصراحه. مش خايف من رضوى، خايف من مي الصراحه. انا مش الحمد لله صراحة. عمر لما عملت لك اختبار الشراب ده انت حسيت بايه يا حبيبي؟ بصي هو انا اصلا أنا الموضوع ما انا ما حسيتش باي حاجه، انا ما بلاقيش شراباتي اصلا. ما بلاقيش شراباتك دلوقتي؟ بتعمل لك الاختبار من كل حاجه واخبيها اثنين، واخبيها اخبي حاجتي واسيب حاجتي اللي بتتاخد، لان يعني معظم الحاجات بتاعتي بتتاخد الحقيقه بصراحه. بحب شبشبه جدا. بتحبي شبشبه جدا؟ طب وفعلا هي لما بتفرك بتفركي ايه؟ وتشغل كده بتحس ان انت بتفرك انت كمان؟ بصي بس في نفس الوقت بيبقى في انانيه كده لما بفرك، انا ما بحبش هي تسال بقى انا بفرك ليه وكده. يعني بيبقى في نوع كده انانيه مش عايز اخش فيه، بس والنبي ايه عادي حالي. انت برج الميزان؟ ايوه عارفينه برج قمر يا عمر. والله انت كويس برج الميزان، ربنا يخليك. طيب شفتي انا قلت والله مش خايف منك، انا خايف منها والله. طيب عمر قول لي كده ايه يعني اكتر حاجه بتعذبك في مي؟ خالته قوي العشوائيه. مالها العشوائيه احنا عايشين في عشوائيه. المنظمين دول مملين قوي زي ما انت عارفه، انا برج الميزان فمرتب جدا قوي وكل حاجتي في مكانها وكده. مفيش حاجه في مكانها، ما ينفعش الحاجه تبقى في مكانها اصلا. اخس عليك يا مي. دي مشكله. وبعدين بتعمل حاجات في البيت غريبه، يعني لما بغيب عن البيت شويه برجع الاقيها كاتبه بقى يوفط شقه الحاج عمر. عامله حاجات في البيت غريبه يعني. لسه رسماله على الباب لافته الحاج عمر واولاده، شقه الحاج عمر واولاده، والله جميله. على الباب كده لما بيفتح عشان يتاكد ان دي شقتنا. طيب احكي لي يا عمر، كمل عايز اسمع عن مي. بس والله بصي انا يعني في حاجات كتير، بس انا مش عايز احكي. انا نفسي بس اقول عشان الموضوع ده ينتشر ولازم هي تديني حق في الموضوع ده، ان انا بغسل وبلم الغسيل، صح يا مي ولا ايه؟ ولا الحاجة الوحيدة اللي بتعملها؟ بتعمل ايه؟ يا رب يا الذل. استنى استني، لا شكرا، رفي تعالى هنا. بتعمل ايه؟ انا معاك. بتعمل ايه؟ يعني بغسل، بحط بقى الغسيل في الغسالة وانشره وبعدين اخلص واطبقه، فدي الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها، ودي اللي بأمن بيها مستقبلي يعني عشان افضل عايش، بحيث لما تسألني على أي حاجة بقول لها ايه؟ بغسل وبطبق وبنشر وكده. طب اللي بتعدي يعني. طب انت بتعمل كده عشان هي حامل ولا دي حاجه مشتركه من الاول؟ لا ولا ده من دي 1 من دي داخلين جمعيه بنفرين. انا عايز اقول لك اول ما عرف ان انا حامل قال لي يلا ما يقوم امسح الشقه، ما حبش يبقى زوج تقليدي وايه ده اقعدي ما تشيليش حاجه. لا لا ما تعمليش. طب عمر قسمت معاك تركه العيل ولد ولا بنت؟ ولد. قسمت معاك تركه الولد، انت هتغسل وانا كوافيل، انت انا هرضع، انت يعني والله بصي هي مكتمه على الموضوع ده، بس انا يعني حاسس مفاجاه والله، حاسس مفاجاه وخايف خايف يعني. يا عمر انت نورتنا النهارده، ويا رب كل الاسباب تبقى زيه يعني. ميرسي والله العظيم يا رضوى، وربنا يكون في عونك يعني. بص برج الميزان وقمر ومنظم ما تتكيش في الدعوه كلها. استحمس 600 ما عايزه ايه؟ ايوه لا 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 ده حلال يا عمر والله بيخو بيغسل. بس هاتوا فيديو المي هتشل النهارده. فيديو ملحمي. انا اسفه انا عندي برد وتعبانه جدا، بس الموضوع ما يتسكتش عليه ولا يستنى. انا من فتره جبت 3 فرخات، فشلت على مدار الفرخه الاولى والفرخه الثانيه، اتعلمت حاجات كتير قوي من الفرخه الاولى وتعلمت حاجات كتير قوي من الفرخه الثانيه، والنهارده معايا الفرخه الثالثه، هطبق كل اللي اتعلمته وكل اللي استفدته وكل اللي طورته على مدار الفرختين اللي فاتوا. الفرخه لسه اهي، وانا معرفش الموضوع هيرسي على ايه، والقدر والفرخه مخبيين لايه النهارده. خلوني احكي لكم على اللي حصل في الفرختين اللي فاتوا. يدرس اول فرخة كان في مخيلتي ان الغدا هيتأخر نص ساعة، ساعة الا ربع، لكن في الحقيقة استوت في حوالي 4 ساعات بالظبط، وستيل مأستكة يعني. الجلدة كانت بتشد الجلدة تعمل كده. قعدت فترة بعد الفرخة الاولى بيجيلي كوابيس بشوفها في الصينية عاملة كده. اما الفرخة التانية زبطت الارم، صحيت بدري عشان الحق اشتغل فيها، تلحق تاخد وقتها في السوى 6-7 ساعات. زبطت الارم على الساعة 5، صليت الفجر حاضر وقمت اشتغلت فيها. مش هنكر استوت، لكن عارف الفلوس احتاج
احتاجنا بعدها 8 متر فلوس عشان نقدر نخلي الفك تماما من رواسب الفرخ. بجد مهما حكيت لكم النهارده احساسي بالفرخه الثالثه عامل ازاي، الخوف، الترقب، بجد اتوكني سو لونج ان انا اكون واقفه هنا النهارده مع الفرخه الثالثه. طيب انا اديتها وقتها كده والبيرسونال سبيس بتاعتها بقى لها حوالي ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما بالشكل، حاولت اداري ملامحها بالقلي على قد ما اقدر، يعني متشوحه يعني. شوف 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 مثيره. ماي ابراهيم بتتخانق مع الفراخ، حتى الفراخ مش سايباها. انا هنا بطرح قضيه اهم من اللي قبلها. صح. ايه بقى؟ او هي وقعت اهي. هي ايه اللي وقعت؟ يلا يا دي مش دي مش الحاجات اللي تبوظ حلقتنا اطلاقا. اتفضلي كلميني عن الفراخ يا حبيبتي. بصي شفتي عامله ازاي الفرخه شهيده. شفتي عامله ازاي؟ طب انا عايزه اسالك على سؤال. انا لما اتفرجت على الفيديو ده حسيت ان انت بتتكلمي عن علاقات مش على الفراخ. لا كل واحد بقى وليه البرسبكتيف بتاعه. انا اتفه من كده، كنت فعلا بتكلم على الفرخه. انا حسيت ان انت بتتكلمي عن عن عن, عن الفرخه الاولى، العلاقه الاولى. وبعدين انت عميقه قوي. لا خالص. انا جايبه لك ليه فيديو الفراخ؟ انا حسيتك عميقه زيي وبتتكلمي عن الفرخه الاولى، العلاقه الاولى والفرخه الثانيه. لا كنت بتكلم عن حاجه مؤثره اكتر، انه لو بيحبني الشخصي مش هيفرق معاه بقى الفرخ بتطلع شهيده ولا بتطلع مقليه ولا مش مستويه. طب هو يا حبيب قلب مامته يا عيني. انتي انا مش فاكره عليه. انا اتفرجت لك على 300 فيديو. نادره. لا فعلا نادره بجد. الراجل صعب عليا. تخيل لما راجل يصعب على رضوى الشربيني. لا اله الا الله. يا قادره يا قادره. عارفه يعني ايه قادره؟ بصي بصي انتي لما حبيبتي بتطلعي الفراخ شهدا كده. انا اهلي ما كدبوش، قالوا له ازيك سلام عليكم عامل ايه بنتنا ما بتعرفش تعمل حاجه خالص. هل. والشهامه خدته وقال قشطه عادي. بعد كده اكتشفت ان في حاجات كتير قوي ممكن تاثر في قصه الحب القويه، يعني انه عمري ما تخيلت ان قصه حبنا تتاثر ببقع الزيت على البوتاجاز وان دي ان دي مطربه وان دي معموله كده، فاهمه؟ اكتشفت ان الحب بيتاثر بحاجات عمرها ما جت في بالي، فهماني؟ عايزه اقوم اقتلها. انا عايزه اقوم اقتلها. اقوم اقتلها. ناخد الفيديو وانا اقتلها. هاتوا الفيديو. مساء الخير حبايب قلبي. النهارده هعلمك ازاي تخفي بقع الزيت القويه دي في اقل من ثانيه. انا النهارده كنت بقلي حاجات كتير جدا وزي ما انتم شايفين الزيت طرطش في كل حته. ازاي تداري بقع الزيت دي في ثانيه؟ تجيبي طاسه تحطيها عليها بس كده، بوتاجازنا بقى نضيف. دي بقعه امبارح، اكتر من عينين لو اتوسخوا. لا قومي اغسلي البوتاجاز بقى. حلول هنسيبه. حلول. بحاول الاقي حل انا هنا بطرح قضيه اهم من التانيين. يعني اهم من التانيين. بقعة الزيت. ايوه. وتنضفي بقعة الزيت ده بعد ما مش دايما بنقدر ننضف. يعني ساعات ببقى مجهده. طيب بصوا يا جماعه، حطي طاسه عليها. بص بص هتبقى بص 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 بص. احنا الست دي احنا يعني اتشرفنا طبعا على راسي على راسي طبعا استضفناها لانها يعني نموذج الست القادره المفتريه. يعني مش عارفه اقول ايه، فاحنا يعني قلنا نجيبها في البرنامج نوريكم نموذج جديد. نموذج احنا دايما نقول احنا غلابه ومظلومين وندمتوا خلاص. الست دي اللي هتولد حالا دي اللي هي فاهمين قادره مفتريه وجوزها راجل زي الفل زي الفل وبرج الميزان. انا عارفه برج الميزان كويس. وبيمسح حبيبي بيغسل وبينشر فقط. بيغسل وينشر وبتقول لك فقط ومش عاجبها ومش مش مش عايشه معانا في برنامج هي وبس وبتشوف الكوارث اللي احنا بنشوفها. وعندها مشاكل قال ايه الحب ما بيتاثرش من بقعه زيت وشويه تراب هنا وشويه مش عارفه ايه هناك. لو عمر بعت برنامج هي وبس. بص لو عمر بعت لي برنامج جاوب بس اشتكى منك هفرمك يا مي ابراهيم. خالته. انا بجد خالته. انا بجد مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي، اخر فيديو استاذه معي.
صباح الخير، صباح الخير على الأنسة كخة اللي سابت براح الكون وبتحب الراجل اللي انا بحبه. انت عايزه تعملي كده ليه يا حبيبتي؟ انا مش فاهمه الاهالي اللي بتسقط تربي دي. انا مش فاهمه ليه الاهالي بيفضلوا الشوبينج على تربيه اولادهم. حاج خلفتها ربيها لو مش هتقل عليك. حبيبتي هو راجل قلبه قلب رمانه بيتوب وبيجي يقول لي، يا اما لما بقفشه بيجي له العصب السابع وبعرفك تحبي راجل مرتبط. يا ده قبل الجواز، دي قضيه بقى اهم من التلاته اللي قبليهم. دي قضيه ايه؟ مش عارفه، حب البنت الغريب في ان هي تحب راجل مرتبط. يعني دي حصلت لك في الحقيقه مع عمر؟ لا. طيب كذابه قوي. مش متذكره قوي. كذابه قوي قوي يعني كملي. مش عارفه ايه. انا جاي اسالك، انت عارفه انا جاي النهارده عشان اسالك ليه بتسيب الكون وتحس ان الراجل المرتبط ده صفقه كبيره جدا، او ان هو حاجه يعني صعبه؟ هي عشان صعبه، تحدي. طب وفين الربايه؟ ما هي ما جاتش، حماده ما جاش. طب انا الموضوع ده شائك جدا. شائك والله العظيم. وانت ما جربتيهوش خالص مع عمر؟ يعني بجد مش متذكره يعني. عمر مين؟ عمر مين والناس نايمين؟ عمر مين؟ اصل انا بنام بدري. ايوه. طيب ولو واحده قابلتها كده مش انت يعني، تتصرف ازاي؟ ان هي مرتبطه بواحد واحده بتحبه؟ تتصرف ازاي؟ انا في الظروف اللي زي دي يعني لو صدفتني. يعني لو مثلا هتعملي ايه يا مي؟ انا ماليش، هي انا في الرجل الذي مرتبطه بيه ده هو اللي ليه كلام معاه. هتعملي فيه ايه بقى؟ انا ما بعملش يعني، انا باخد جنب واحرمه من وجودي المميز. حلوه. شفتي قالت ايه؟ واحرمه من وجودي المميز. ايوه بجد والله. فيكي ثقتك وادائك و... لا اصل هترغي، فانت بتتفاوضي معاه على ايه؟ سيب دي، يلا وحبني انا حبني. لا مفيش كده، انا اتقمصت ومشيت، انا مقموصه دلوقتي. صحح اخطائك وتعالى نتكلم. صحح اخطائك. انا واثقه في نفسي. ايوه بالظبط، زي منى زكي لما قالت انا ماسكه. أيوة في نفسي. انا ماسكه في نفسي. انا ماسكه في نفسي بالظبط. طيب اخر بقى سؤال بقى، عمل لك هو اختبار الايه؟ لا هو ماشي جنب الحيط يعني، هو ربنا يكمل. يا حنين. لا مش لدرجه اختبارات، هو راضي يعني. هو جميل. لا طب من وجهه نظرك الحياتيه. يا علامه. يا فلتة اللي ما جاش منك اثنين. لا والله. والله ما جا منك اثنين، هتشليني. ايه اصعب حاجه في الجواز؟ فين السؤال؟ ده ما حطيتش ده على السؤال لسه. الحاجات اللي هي فسافيس. ايوه ده سؤال ده سؤال ضخم عظيم، ده سؤال عميق. اكبر مننا قوي. اديني حاجه طايره حايره كده. يعني الروتين. الملل. مش الملل، الروتين. يعني عارفه ساعات ما بيبقاش فيه ملل، بس فكره ان كل حاجه بتتكرر كل يوم. غدا كل يوم بشوفه كل انا يوم. عايشه بجد في الكون ده، بفكر ازاي اليوم ده ما يبقاش زي اليوم اللي قبله. برافو. بجد والله العظيم. والله برافو. ببتكر بقى حاجات تجيب شلل يعني. بصي يعني يا ريت الحياه تفضل روتينيه احسن من الحاجات اللي انا ببتكرها بكتير، بس طول كل يوم لازم افكر. ازاي؟ لا عادي عادي عادي، الجمله دي تاني يعني بجد. يا ريت الحياه تفضل روتينيه احسن من الحاجات اللي انا بعملها. ايه مصايب يا جماعه؟ ايوه هتولع في الراجل. بقول لك بجيب سبريهات كده واعمل يفط كده في البيت. برجي ايه يا بنتي؟ انا برج العذراء. ده انت مش جايبه عذراء خالص. انا مش جايبه حاجه خالص. انت مش جايبه ولا حاجه من 12. انا مش شفتش زيك يا فلتة يا علامة. يا اللي ما جابتكيش ولادة. والله رقبتي قد السمسمة. والله كمانك؟ رقبتي قد السمسمة. فلتة العلامة مي إبراهيم كانت منورانا، جات لنا من دبي، والحقيقة كان لقاء مشرف ولقاء خاص ولقاء جات على مستوى القاعدة. اتكلمت في 4 مواضيع مهمة جدا. قضايا. قضايا قضايا حياتية تبحثنا فيها الأمور. وكان عندنا بعض من الأسئلة، والعلامة بتاعتنا ادتنا إجابات وافية كافية. رضوى انا وكيلوهاتي الزياده مبسوطين قوي قوي ان انا معاكي النهارده. وعايزه اقول بس حاجه في الاخر كده، هي مش دراما، مش عايزه نكد والله، بس انا عايزه بس اسلم على تيتا الله يرحمها. على مين؟
تيتا الله يرحمها، لان دي اول حلقه اطلع فيها وهي ما بتبقاش بتتفرج، وكان الموضوع كبير قوي بالنسبه لها، فعايزه بس تعرف ان انا دايما فاكراها الله يرحمها ويحسن من غير اي دراما، وانك يعني الموضوع عادي لذيذ. مبسوطه قوي يا رضوى بجد، وانا كمان يا روح قلبي حبيبه قلبي. قبل ما هنطلع دلوقتي للزومبا، احنا الاسبوع اللي فات كنا اخترنا بنوتة لمسابقة الأربعين يوم وكلمناها على الهواء والدنيا كانت زي الفل. بعد ما كلمنا معاها لقيناها انها خست خلاص ووصلت للي هي عايزاه، وكان فاضلها 2 كيلو، فبالتالي قررنا انه لا، اعتذرنا لها، واللي عندها كيلوهات كتير واللي عندها مشوار اكتر هي اللي من حقها انها تخس وتستفيد من مسابقة الأربعين يوم. فبالتالي هنطلع تقرير الزومبا ونرجع نلاقي واحدة تانية، فكل واحدة قدمت في مسابقة الأربعين يوم تستعد قد تكوني انتي. مشاهدتي عايزة تخليكم معنا وتابعونا ومزال معكم وهي وبس.